اسمك؟ علية. علية، أنت أرملة؟ أي أرملة. شو توفى زوجك؟ مرض، السبب وفاته مرض. صار كم سنة من متوفي؟ 9 سنوات. 9 سنوات، كم طفل عندك؟ ثلاثة. اثنين بنات وولد. اثنين بنات وولد. هذول البنات، هاي البنية أكبر شيء. إيه مواليد 2002. إيه. يعني عمرها 16 سنة. إيه زهرة بالمدرسة. إيه. ها جاوب ناصر رابع. شو من المدرسة؟ الحمد لله. زين علي بدي أشوف وضعك، يعني كلش تعبان. أنتي هذا سكنكم، يعني 4 نفرات بغرفة، هاي الغرفة. ناكل ونشرب هنا. يعني سكنها هم 4 نفرات، هي وأطفالها 3 يسكنون بهاي الغرفة. إيه هي من بيت ورثة. إي والله بيت ورثة. هاي. وهذا شنو مطبخك؟ هذا مطبخك؟ اي انزل الماعين والله جوا. هذا المطبخ هي مالتها. يعني تستخدم مقدمة الدرج انه تطهو الاكل بيه. زين علي راتب رعاية اجتماعية عندك؟ اي. ايش قد تستني؟ 320 راتب رعاية اجتماعية. زين 320 كافي لو غير كافي؟ لا والله ما تكفي. ما تكفي. زين منو يساعدك؟ ما حد يساعدك؟ ماكو ما حد يساعدني. ما حد يساعدك. ان شاء الله احنا عليا نوصل صوتك للمتبرعين، وهم ان شاء الله يوصل صوتك ان شاء الله. اي والله وضعيتي حيل تعبانه، حيل يعني. الله كريم، ان شاء الله نساعدك باللي نقدر عليه. ان شاء الله وبنقصر وياك. وشكرا جزيلا، والله يوفقك يا ربي ويعينك على تربيتهم. الله يسلمك.